اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه وفقره حواريه جديده. الحقيقه مع بدايه العام الدراسي الجديد واختلاط اولادنا بزملائهم في المدرسه بيحصل نوع من العدوى. ربنا طبعا يحفظ كل اولادنا من كل سوء، لكن هذه العدوى بتبقى محتمله سواء كانت فيروسيه او بكتيريه. بيلجا الاباء والامهات دايما ان هم يدوا مضادات حيويه، بيستسهلوا وفاكرين المضادات الحيويه بتوقف المرض وبتسرع في عمليه الشفاء، لكن حقيقه المضادات الحيويه هنعرفها مع ضيفنا دكتور جمال البطران استاذ طب الاطفال. اهلا بحضرتك يا فندم. المضادات الحيويه ازاي نتعامل معاها؟ لانه دايما اول حاجه بنديها لاولادنا هو المضاد الحيوي، نبعت نجيب من الصيدليه على طول مضاد حيوي عشان نخلص بقى من اعراض البرد او واتيفر اي مرض جالهم يعني لا قدر الله. حضرتك شايف هذا الموضوع ازاي؟ طبعا المضادات الحيويه ده طمع كبرى. مضاد حيوي في كل دول العالم، ما فيش صيدليه بتصرف زينا كده روح مضاد حيوي مضاد حيوي. طبعا مضاد حيوي دي ده يعني من الحاجات السيئه جدا. تمام. استخدامها في الوقت اللي هي يعني ما تستخدمش فيها. حضرتك حضرتك بتقول في بدايه الكلام البرد فيروس. وهو حتى التهاب اللوز حضرتك البكتيريا بتمثل من 10 ل 12%. يعني احنا سوء استخدام المضادات الحيويه كلها لها اضرار بتقتل. في احنا عندنا بكتيريا نافع في الجسم بتقتلها، فطبعا الـ دي بتصحى حاجات كتير جدا. يعني مثلا في مضادات حيويه بتعمل اسهال والاسهال بيطول. فهو احنا معظم الحاجات حضرتك كتير جدا جدا كلها فيروسات. وللاسف ان احنا يا ريت من قناه النيل للاخبار ان في وقفه لاستخدام مضادات الحيويه، ووقفه حضرتك للصيدليات ما تصرفش حاجه الا بروشيتا. وبعدين ده احنا دلوقتي بنعاني انه في الصيدليات ده صيادله بيكشفوا لابسين بلاطي وبيكشفوا. انا معلش احنا الحاجات دي عايشين في فوضى فظيعه بامانه. يعني احنا طيب امتى يا دكتور نستخدم المضاد الحيوي؟ يعني خلاص الطفل جاله عدوى، استخدمنا معاه اللي هو الاساليب اللي هي اليانسون والليمون والعسل والكلام ده، ما راحش المرض، لسه الاعراض موجوده، نستخدم المضاد الحيوي بقى بعدها بكام يوم؟ اولا عشان نفرق ما بين فيروسات، لسه بقول لحضرتك حتى اللوز بتمثل 12%. احنا المضاد الحيوي ما نستخدم لو هي بكتيريا حتى نستنى يومين ثلاثه عشان الجسم يتعرف على البكتيريا. احنا لو من بدايه بدي خلاص الجسم ما وبالتالي بتلاقي كتير جدا جدا من الناس اللي بيعملوا سوء استخدام لو ابيوسف انتيبيوتيك كل شويه يجي لهم التهابات كل شويه. ممكن تبقى كل المره اللي بعدها اعنف، كل مره بتبقى اعنف. فاحنا المتبع ان الدكتور لما بيبص في يعني مثلا ايه، احنا ما بنقدرش غير لو انا خدت عينه او خدت مسحه، لكن بنعرف في مثلا الحراره لما الطفل بالحراره بتروح بتلاقي نشيط. ده مع الفيروس. مع البكتيريا لا، بيبقى الموضوع بيبقى تعبان والطفل مش عايز ينام والكلام ده. فاحنا بنفرق، وفي حاجات معينه احنا بنبص عليها كدكاتره بنعرف يعني. وبعدين في بروتوكولات، مثلا في بروتوكول مثلا لالتهابات الاذن لو عيل اقل من 6 شهور لا بندي مضاد حيوي حتى لو احنا مش متاكدين. تمام. في حاجات معينه احنا لو مشينا على حضرتك بروتوكولات تتحط والناس يلتزموا. احنا كان بتمثل لو بتكلم على دكاتره الاطفال كان بيمثلوا اللي يعني علميين وبيشتغلوا نسبة بسيطة جدا من الدكاترة اللي شغالين على مستوى مصر كلها. تمام. انه فلازي لو بروتوكولات. طيب. فحضرتك احنا نستنى لو من يومين للثلاثة سؤال لحضرتك، من يومين للثلاثة نستنى لو لقينا الدنيا كده وشوفنا عرفنا المكان التهاب اللوز عرفنا المكان ندي مضاد حيوي، لكن ما تديش من الاول. تمام. ولو فيروس. طيب. هتاخد دورتها. طيب بناخد المضاد الحيوي خلاص راح اعراض المرض راحت، لكن من مجرد مثلا قرصين ثلاثه هل الصح انه يتم يعني استخدام المضاد الحيوي لغايه ما يخلص مثلا العلبه او الشريط او لفتره معينه، ولا مجرد ما يروح المرض خلاص؟ ده دي بقى يعني انت حضرتك كسرت موضوع مهم جدا. المضاد الحيوي لازم اديه
في الوقت المناسب، يعني يكون واحده فعلا عنده بالجرعه المناسبه للفتره، ما وقفش مضاد الحيوي ابدا. لان انا كده بعمل بخلي البكتيريا يحصل لها مقاومه. تمام. يعني انا ادي لازم اكمله، وانس ابتديت مضاد حيوي لازم اكمله. يكمله على الاقل كام يوم يا دكتور؟ لا، كل مضاد حيوي له فترته. يعني في مضاد حيوي بتاخد مره في اليوم، في مدارس من 3 ايام وفي 5 ايام، وكان الجرعه ب 10 ملي جرام، دلوقتي بتبقى 20 في بعض الحالات. على طبعا حسب يعني الصيدلي ما بيقول او الطبيب. لا، الطبيب الصيدلي. لا حضرتك، طيب. مش احنا مش عايزين نقول الصيدلي. لا، في ناس بتستسهل على طول، بتكلم الصيدلي بتاخد. ما ينفعش. وفي ناس على فكره بتكرر نفس الروشته، يعني هو ابنها جاله نفس المرض فبياخدوا الروشتة القديمة ويجيبوا الأدوية ويستخدموها. كل ده حضرتك خطأ، لأنه ممكن يكون جاله حاجة تانية طبعا، يعني نفس الأعراض بس طبعا حاجة تانية. طبعا ده كل ده خطأ. بص حضرتك، المضاد الحيوي حتى في الناس للاسف، حتى الناس المتعلمه، يعني عارف حضرتك زي مثلا اللحمه الفراخ بجنب، يعني ما اقدرش اكل بالظبط كده. مضاد الحيوي لازم نقلل من استخداماتها. وفي حضرتك في هولندا مره حصل وباء في هولندا، ما رضيش يدوا المضاد الحيوي الا في ماستردام فاياكس تحت ملاحظه من الاطباء والتمريض. طيب. طبعا طيب، هنختم بقى الفقره بنصايح من حضرتك لاولياء الامور لأولادهم في بداية العام الدراسي، الحاجات اللي هي المغذية الصحية اللي تقوي مناعة الطفل في حال إصابته بأمراض اللي ممكن يتم استخدامه من مواد طبيعية للحفاظ على صحة الطفل. طبعا الأكل الصحي مهم جدا، الخضار والفاكهة، مع أنه الأطفال فعلا يعني مقاومين للحاجات دي. لا بس الأم، وفي حاجة معلش واحدة، لازم الأم في أمهات تجبر ابنها انه ياكل بالعافيه، لا نخلي الاكل متعه وليس عقاب. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لو لاحظت عليه حاجه لازم تروح للطبيب. لو عنده برد ما تودوش المدرسه، لانه كده بتعدي كل الاطفال. ما يصحاش من النوم ويخرج على طول، تصحي قبل مثلا ساعه ولا حاجه عشان ياخد درجه، زي احنا داخلين في الشتاء ياخد درجه. تمام. لو مدخل العماره فيه هواء جامد لازم لا تحط حاجه كده، او تحاول تغطي راسه لغايه ما تعدي لما يرجع من المدرسه، ما يغيرش في مكان مفتوح. كلام طبعا. بجانب بقى النوم بدري، النوم بدري، في ناس كتير جدا نوم بدري وصحيان بدري، ده بيقوي المناعه طبعا، والرياضه والمشروبات اللي هي زي اليانسون، العسل، الكلام ده يا دكتور، الحاجات اللي دي على المدى الطويل كويس الاعشاب. بس انا بتكلم في ناس يعني قبل 6 شهور للطفل ما ادوش اعشاب، يعني دي عايزه حلقات، يعني مش قبل 6 شهور ممنوع، لانه في حتى ممنوع الاعشاب طبعا. الشركات نفسها لا، ما بنتكلم على الاطفال بقى اللي في المدرسه، يعني كويس طبعا 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 الاعشاب كويس. طيب شكرا يا دكتور جمال البدران، استاذ طب الاطفال، بشكر حضرتك. شكرا لهذه المعلومات، ومشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة في نهاية هذا صباح النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله على خير مع فقرات أخرى جديدة وهذا الصباح. إلى اللقاء.